السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عام 1993 أيضا كان عام مهم جدا بالنسبة للإغاثة الإسلامية، إن إحنا كنا اتفقنا مع الأستاذ أسعد طه في 1992 بعد زيارة ألبانيا، إن هو بصفته مراسل صحفي لبعض الجرائد والصحف العربية ومعرفته للمنطقة كلها وخبرات فيها البلقان زائد وسط آسيا، إن نسجل بعض المكاتب في أماكن مختلفة، وفعلا جزاه الله خير كان بيسافر بالنيابة عننا يسجل لنا مكاتب، في سجل فعلا في كازاخستان مكتب لنا في المآتة، وسجل في أوكرانيا في كييف، وسجل في موسكو كذلك. جزاه الله خير بكل اتصالاته وكل المجهود اللي هو عمله. هو الأول مرة يعرفنا إن في قضية خطيرة جدا في كازاخستان. كازاخستان طبعا أرضها كبيرة جدا 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 جدا، يعني أكبر من منطقة الخليج نفسها على بعضها الجزيرة العربية، وإن هي تعتبر أرض دفن النفايات النووية والكيماوية اللي كان بيعملها الاتحاد السوفيتي في الماضي أو روسيا في الماضي، ونسبة اللي هو سرطان الدم الابيض والاحمر كانت عاليه جدا فيها، وكان في بدات بعض المغارات هناك. فالحمد لله هو سجلنا الاماكن دي كلها اماكن تانية. فكذلك عام 1990 بدانا تسجيل مكتب ايضا في بلغاريا، وكان دي اول زياره ليا لبلغاريا كذلك. طبعا لما ننظر لهذه الدول التي خرجت من تحت عباءه الاتحاد السوفيتي او اللي هو الشيوعيه او الاشتراكيه على احسن الاحوال، نجد ان الحاله بتاعتها إن الأطراف تختلف تماماً 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 عن المركز الرئيسي. يعني تلاقي كل الضواحي بتاعت روسيا عامة في البلدان الصغيرة في الأقليات، مفيش أي تطور، مفيش أي تنمية، مفيش مفيش مفيش، والتنمية فقط في العاصمة، وده اللي كان حاصل في كل الأماكن اللي كانت تحت اللي هو السلطة المركزية في موسكو اللي احنا بنسميها اللي هي بدأت بالثورة البلشفية اللي أسس لها ستالين ولينين في بداية القرن الماضي في 1915 و16 و17 تقريبا، واللي عملوا المذابح اللي عملوها في الحكام اللي هو القيصر وابنائه الى اخره والعائله الملكيه. فكان سفرياتي لمثل هذه الاماكن ما بين 93 و94، ولما رحت انا في صوفيا بلغاريا تجد ان المدينه يعني مش ممكن، يعني من التخلف وعدم وجود امكانيات وضعف المقدرات الى اخره الى اخره يعني. وسجلنا مكتب لكن فيما بعد ما قدرناش نكمل في العمل فيه، وكان طبعا اغلب الوقت العمل في هذا المكتب كنا عايزين ان احنا نعمل اشياء دعويه، ولم نستطع ان نجيب الدعم، ولم نستطع ان نعمل هذه البرامج لقله الدعم في هذا الوقت. وكذلك سجلنا المكاتب زي ما انا قلت قبل كده في اوكرانيا في كييف وفي كازاخستان في المئاتة وفي موسكو كذلك. كان ليها زيارة مهمة جدا جدا في موسكو، وزيارة تعتبر يعني من الحاجات اللي انا لا انساها للمئاتة في كازاخستان. فطبعا زي ما انا قلت في حلقة سابقة ان علشان تروح لأي مدينة او اي مقاطعة او اي ولاية داخل روسيا كلها لازم تكون عن طريق موسكو. فنزلت طبعا انا في موسكو، من موسكو خدنا الطيارة اللي مش عارف كانت 3 ساعات او اكتر علشان نوصل لكازاخستان. وكازاخستان زي ما قلت انها منطقة او جمهورية كبيرة جدا في المساحة الجغرافية بتاعتها، ومن ذكاء الروس في ايام ستالين كانوا بيحاولوا يغيروا التركيبة الديموغرافية لأي منطقة فيها مسلمين منهم يزرعوا داخلها أقليات أخرى خاصة من روسيا إلى آخره. فتقول دائما 90 أو 95% أو 85% من السكان هم من أصول كازاخية، لكن في وسطهم 5 أو 10% هجروهم من بلاد مختلفة. ذهبنا وصلنا للمئاتة في هناك، وبعد ما وصلنا رحنا، كنت طبعا انا لينا بعض الاصدقاء من الطلبه اللي بيدرسوا في الجامعه هناك، الطلبه العرب سواء كان من تونس او من الجزائر او من
اليمن إلى آخره إلى آخره إلى آخره. وكنا عايزين نشتري شقة عشان نعملها مركز أو نستثمرها، لأن كان الأشياء كانت رخيصة جدا جدا. أنا عندنا ميزانية حوالي 10,000 دولار عشان نشتري بيها شقة. فتقابلنا مع رجل كبير في السن في منتصف السبعينات، وكان عنده شقة وكان كل أمل حياته إن هو يبيع الشقة دي ويرجع يعيش مع أهله في داغستان. وأصلا جه من داغستان في الأربعينات من القرن الماضي وأخدوه، يعني سافر كان عنده ساعتها مش فاكر بقى، كان عنده 15 سنة 16 سنة 17 سنة حاجة زي كده هو. وكانوا بيحطوهم في قطارات، يعني والقطارات دي بتاعت اللي هي البضاعة، وكان القطر ممكن ما يقفش لغاية يوم أو يومين ويفتحوا المخازن بتاعت البضاعة دي فيلاقوا نص الناس اللي راكبين في القطر اليوم ده. كان دي الطريقة اللي بيعامل بيها المسؤولين المسلمين القيادة المسلمة في المناطق دي كلها. فوصل محمد ده وبدأ يشتغل، هو شاب صغير وقعد يشتغل، وكان بيقول لنا وهو بيتكلم معانا وإن هو ما خدش من أبوه إلا حاجة واحدة، كتاب كده ما كانش عارف هو إيه، كان اسمه القرآن يعني. وكان بيخبيه ولفه في وسط الهدوم عشان ما حدش يشوفه. وكان بالليل لما يحب يصلي يطفي الأنوار كلها في الشقة ويقفل الأبواب، وكان عنده غرفة جوه غرفة يصلي فيها يعني كل الصلوات حتى لو كانش يعرف هو بيقول إيه في الصلاة. مع أحمد ده قعد في المنطقة دي قرابة 50 سنة تقريبا، وكل ما حوشه أو كل ما اقتصده هو الشقة دي، وكان عايز يبيعها ياخد تمن الفلوس دي ويرجع لمرة أخرى لأهله في داغستان أو في منطقة كبدون بقايا اللي هي قريبة من داغستان كذلك. دي كانت القصة. دي قصة ما كانتش قصة أحمد فقط، قصة كثير جدا اللي كانوا حبوا يعلموا أولادهم الدين، فكانوا بيخشوا في المخابئ تحت الأرض أو يطلعوا في رحلات خلوية فوق الجبال عشان يعلموا الأطفال وكذا حفظ الدين الإسلامي في ظل الشيوعية التي كانت هناك. لما يعني ننظر لهذه الرحلة، هذه علمتنا حاجة، إن مفيش أي تنمية مفيش أي تطوير خارج العاصمة الروسية، وكل شيء كان بيدار من إدارة مركزية قوية جدا في العاصمة اللي هي في موسكو من الكرملين فقط. دي الفترة بتاعة 93 وأول 94 لما بدأنا نتعرف على مشاكل أخرى بتواجهنا خلاف المشكلة الرئيسية اللي كانت قدامنا في الوقت ده، هي مشكلة البوسنة اللي كانت مأساة العصر القرن الماضي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.